السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي، أحداث جديدة من مسلسل الإهلاء الحلقة 13. تحليل. تبدأ: سهيل حابة تتجوز ولكن عالية ما عم تجي معها. أتوقع أن سهيل راح تتمشكل مع عالية مشان ترجع للبيت أو لوظيفتها مشان تتجوز. اما عن هالة وعلي راح بتوقع راح يقنع والدته مشان يتجوز هالة. اما عن حسين اتوقع انه سيكلم عن حبه لعليا وماذا حصل مع خطيبته السابقة وماذا حصل معه. أتوقع لي راح تفرح كتير لأنها بتحب لحسين من قلبها وبتحب تصرفاته. أتوقع حسين اللي مسحت من الكمبيوتر خطيبته هي صور وملفات له، وفي صور من شان شغله هو وعليها. أما عن إنجي وزوجها أحمد بماذا يفعل معها بخيانة لها؟ أتوقع أن في الحلقات القادمة ستخبر بكل شيء وستنصدم بفعل أحمد لها. كانت أهم توقعاتنا الحلقة 13، والآن ندعكم في أمان الله. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.